نعم. فكذلك التابعون له على بصيرة، تابعون للرسول صلى الله عليه وسلم على بصيرة. نعم. فكذلك التابعون له على بصيرة، على بصيرة، شوف، على بصيرة. الاتباع لازم يكون على بصيرة، من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير غلو ولا تقصير، بعد العلم، بعد معرفة ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا كل يدعي أنه تابع للرسول، لكن هل يعلم ما عليه الرسول؟ لا بد يعلم ما عليه الرسول أولا، ثم يعتدل ويستقيم عليه من غير إفراط ولا تفريط. هذا هو الإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، محسن في الإصابة والاقتداء والاتباع من غير إفراط ولا تفريط، ولا يكون هذا إلا بعد العلم. نعم.